ولتسليط الضوء على انتخابات 2018 ننتقل بكم إلى عين الانتخابات. أهلا بكم في عين الانتخابات. مع اقتراب موعد الاستحقاق الخامس تسير مجريات العملية الانتخابية وفقا للجدول الزمني المحدد لها، عملية منظمة يضبطها القانون وتضمن شفافيتها ونزاهتها السلطة القضائية بكافة مراحلها، بل إن الضمانة تتسع لتشمل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات والتي ينظر لها كشريك أساس لنجاح العملية الديمقراطية. وتعد فترة الطعون من المحطات الهامة بالنسبة للقضاء الذي ينظر للطلبات المقدمة من قبل السادة المترشحين ليقوم بدوره في الفصل فيها وصولا للقوائم النهائية للمترشحين. ومع انتهاء هذه الفترة أنهت محكمة الاستئناف العليا المدنية كافة الطعون المقدمة إليها ونظرت في 66 طعنا على قرارات اللجان الإشرافية، حيث أيدت قرارات اللجان الإشرافية في 52 طعنا، وألقت قرار اللجان الإشرافية في 5 طعون، فيما بلغ عدد الطعون التي سقط حق الطعن فيها للمترشح 5 طعون. أما عدد الطعون المرفوضة شكلا لرفعها بعد الميعاد المحدد قد بلغ 4 طعون. وبناء على ما انتهت إليه المحكمة فقد وصل عدد المترشحين النهائي ما مجموعه 430 مترشحا، وبلغ عدد المترشحين للمجلس النيابي 293 مترشحا في المحافظات الأربع. أما المجالس البلدية فقد بلغ عدد المترشحين لعضويتها 137 مترشحا. مشاهدينا ننتقل الآن للزميل عمار العماري والذي سيطلعنا على ضوابط مراقبة سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها. شكرا زميلي بسام. استقلالية ونزاهة وحياد عوامل تتمتع بها السلطة القضائية المشرفة على مراحل العملية الانتخابية كافة، تعززها بإشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية بهدف وصول الصوت الحقيقي للناخب البحريني. تعظيما لمكاسب الديمقراطية وتعزيزا لنزاهة العملية الانتخابية، تحرص اللجنة العليا للانتخابات على إشراك مؤسسات المجتمع المدني كجزء من المراقبة الوطنية للانتخابات برصد ومتابعة سير العملية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد. وللمراقبة نطاقات وضوابط لا يحيد عنها المراقب، منها مراقبة سير العملية الانتخابية في مراحلها كافة، ومراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى فيما يتعلق باحترامهم للقوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية، ومراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين، إضافة إلى مراقبة ورصد استخدام دور العبادة أو تسخير الخطاب الديني للترويج لمرشحين أو الحط من قدر آخرين أو أي مخالفات أخرى تعاقب عليها القوانين ذات الصلة. وفي عملية المراقبة يوثق المراقب نتائج واستخلاصات أدائه لعمله وما راقبه بنفسه، مضمنا الوقائع وما يساندها من أدلة، ويتولى تدوين المعلومات التي لاحظها شخصيا وشهد على وقوعها، وعليه تجنب الاستناد في تقييمه لسير العملية الانتخابية أو الحكم عليها على معلومة أو شهادة أو تصريح لم يتأكد من صحة مضمونه ووقائعه. كما يجب أن يبين اسم الدوائر التي زارها وتوقيت الزيارة، وأن يمتنع عن إعطاء أي تعليقات حول مراقبته بناء على معايير شخصية دون إثبات أو استناد إلى الضوابط القانونية المنظمة لهذه العملية. وبذلك تكون الانتخابات في مملكة البحرين قد ضمنت النزاهة والحياد والاستقلالية بدءا بإشراف السلطة القضائية على العملية بتفاصيلها كافة وصولا إلى المشاركة الأهلية في المراقبة والتحقق. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرني أن يكون معي المستشار القانوني الدكتور عبد الجبار الطيب. أهلا بك دكتور في عين الانتخابات. إلى أي مدى تساهم الرقابة في نجاح العملية الانتخابية بكافة مراحلها؟
طبعا من أهم آليات وسبل الإشراف على الانتخابات هي عندنا في مملكة البحرين الرقابة القضائية، وهي الرقابة التي تعنى بها اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب برئاسة معالي وزير العدل وعضوية عدد من القضاة. وطبعا هذه اللجنة تتولى عملية الإشراف على العملية الانتخابية بشكل تام منذ صدور الأمر الملكي بدعوة الناخبين إلى الانتخاب وتحديد موعد الانتخاب، ثم بعد ذلك تتولى عملية الإشراف التام على المسائل المتعلقة بإعداد جداول الناخبين والطعون المتعلقة بها والاعتراضات، وأيضا ما يتعلق بالمرشحين وتحديد جداول المرشحين. الإشراف القضائي هو يؤمن يؤمن السلامة للعملية الانتخابية، على اعتبار أن القضاء قضاء نزيه، وبالتالي يهتم هذا القضاء بجميع المسائل المرتبطة بالعملية الانتخابية. وأيضا تم تعضيد هذا النوع من أنواع الإشراف برقابة الرقابة الأهلية، وهي مؤسسات المجتمع المدني التي تتولى عملية رصد ووضع الملاحظات حول العملية الانتخابية منذ بدئها وحتى الإعلان النهائي للفائزين في الانتخابات، وكذلك تتابع ما يتعلق بسلوك المرشحين وسلوك الناخبين وسلوك وسائل الإعلام وكل ما يتعلق بالمخالفات الانتخابية أيضا التي ترتبط بمسألة الدعاية الانتخابية. العملية الانتخابية في مملكة البحرين ولله الحمد أصبحت هنالك خبرة طويلة امتدت سنوات كثيرة، سواء في الجانب القضائي أو في الجانب الأهلي، ولله الحمد الآن تقارير منظمات الأهلية وتحديدا في مثلا جمعية الحقوقين نشرت في موقع الأمم المتحدة على اعتبار أنها تقارير رصينة للإشراف ورقابة العملية الانتخابية. المستشار القانوني الدكتور عبد الجبار الطيب، شكرا جزيلا لك. إذا دور مهم تلعبه الرقابة القضائية والأهلية لضمان نزاهة العملية الانتخابية. الزميل عبد الرحمن المدفع لديه تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، إليك عبد الرحمن. شكرا لك زميلي بسام. بالفعل لا يختلف اثنان على أن ركائز الديمقراطية السليمة تنطلق من العملية الانتخابية، إذ أن توفر عناصر النزاهة والحيادية في العملية الانتخابية تعني توفر الأسس التي يقوم عليها انطلاق وتعزيز الديمقراطية. من هنا تأتي فكرة الإشراف التام للسلطة القضائية على العملية الانتخابية، وهو ما يوفر النزاهة والحيادية في مراحل العملية الانتخابية كافة، كما أن إشراك مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية تعد ضامنا أساسيا في نزاهة العملية ونجاحها في إيصال صوت المواطن بالصورة القانونية السليمة، حيث يعتبر المراقب عين المواطن في هذه الانتخابات. وقد كفلت التشريعات حقوقا للمراقبين تتضمن حضور عملية الفرز وإعلان النتائج ومخاطبة الناخبين والمترشحين وتسجيل ملاحظاتهم على سير العملية الانتخابية وزيارة الدوائر الانتخابية وأماكن التصويت والفرز في أي وقت ودون إشعار سابق، والتأكد من حرية ونزاهة الانتخابات وسرية التصويت وكتابة تقارير حول سير العملية الانتخابية. إن مراقبة العملية الانتخابية تعني مراقبة مسيرة الديمقراطية في البلاد، كما أن مراقبة الانتخابات تمنع كل وسائل الغش والتزوير لصالح مترشح دون الآخر، وبذلك فهي توفر مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، والذي يعكس بدوره مدى نزاهة وحيادية الانتخابات في مملكة البحرين. وقد ضمن المشرع البحريني حقوقا وواجبات لجميع أطراف العملية الانتخابية، نستعرض معكم في هذا التقرير حقوق الناخب.
هذا كل ما لدي وعودة إليك بسام. شكرا عبد الرحمن. النزاهة والحيادية في العملية الانتخابية لا يمكن تحقيقها إلا بوجود رقابة تتسم بالاستقلالية والمعرفة، وهما يجسده الإشراف القضائي على سلامة الانتخابات، وإلى جانبه المشاركة الأهلية الواسعة، وهو الأمر الذي يبعث على الراحة والطمأنينة بالنسبة للمترشح والناخب. طابت أوقاتكم. فمنذ انطلاقة مشروع الإصلاح الوطني بآماله وتطلعاته الرحبة، شهد وطننا العزيز نهضة شاملة لا تخطئها العين المنصفة، ولقد جاء توافقنا على ميثاق العمل الوطني ليكون خيارنا الحاسم للمضي قدما في بناء دولة المؤسسات والقانون الحافظة للحقوق الأساسية والحامية للحريات المتزنة والداعمة للعمل الديمقراطي النزيه.